جسدت حركة الائتمان المصرفي في الكويت طبيعة الوضع الاقتصادي السائد في البلاد، فموجة التذبذب والتباطؤ التي يعاني منها الاقتصاد انعكست بشكل واضح على أداء الائتمان في البلاد في الأشهر الماضية. فبحسب آخر البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن الائتمان قد سجل ارتفاعاً طفيفاً في شهر مايو الماضي بنحو 0.08% وبقيمة نمو لم تتخطى 31 مليون دينار، ليصل بذلك حجم الائتمان في الكويت مع نهاية هذا الشهر إلى 33 ملياراً و560 مليون دينار. النمو الطفيف في الائتمان المصرفي بالكويت بشهر مايو جاءت ترجمة لموجة التذبذب التي يشهدها في الأشهر الأخيرة بعد أن سجل تراجعاً بنهاية شهر إبريل الماضي بلغ 0.5%، فيما كان قد حقق زيادة قوية خلال شهر مارس بلغت نحو 1.14%. القروض الاستهلاكية كانت أبرز الضاغطين على نمو الائتمان في الكويت، وذلك بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها في 3 سنوات لتبلغ نحو 1.17 مليار مليون دينار، مسجلة تراجعاً سنوياً بنسبة 1% في مايو الماضي، حيث جاء هذا التراجع بعد تجديد المركزي في سبتمبر الماضي لإجراءاته الرقابية على القروض الشخصية للحد منها أو ما عرف وقتها بأزمة الفواتير. كما كان لتراجع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بنحو 0.8% في مايو، ومواصلة الائتمان الممنوح لشراء الأوراق تراجعه للشهر الثاني على التوالي دور بارز في تراجع نمو الائتمان في البلاد. الاقتصاد الكويتي لا يمر بأفضل أحواله، والعوامل الضاغطة عليه تعمق من حاجته إلى تطورات هيكلية تخرجه من الدائرة السوداء التي يعاني منها.